مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة ومباشرة من برنامجكم رباح مع شوف تيفي مباشرة من قناتكم شوف تيفي. تحياتي لكم فين ما كنتو كتشاهدوا معنا هذا اللايف داخل وخارج أرض الوطن. شكرا لكم على الوفاء ديالكم وعلى التتبع ديالكم لبرنامج رباح مع شوف تيفي مباشرة من قناتكم شوف تيفي. برنامج رباح مع شوف تيفي هو برنامج المسابقات، المتعة والترفيه، برنامج العائلة، الأهل والأحباب والأصدقاء كتلقاو به من الاثنين حتى الجمعة دائما مع ديك 6 ونص، دابا مع 7 ونص عفوا، دابا هي 7 ونص قد قد 7 ونص قد قد، واليوم الجمعة 15 مارس 2019، وهذه 7 قد قد مباشرة من استديوهات قناتكم شوف تيفي. تحية لكل اللي معنا في اللايف وكيعطيونا دي كومونتير وكيتفاعلوا معنا في البرنامج، شكرا لكم بزاف، شكرا لكم بزاف من عند طاقم البرنامج من عند صلاح الدين فرحتي أمام الكاميرا ومن عند أسامة زين الدين في الإخراج، شكرا لكم بزاف. شوفوا أول كومنتير معنا في حلقة اليوم من عند شكون؟ العساوي مصطفى، تحياتي لكم، تحية لسي مصطفى. شكون آخر كذلك؟ خويا حفيظ. شكون آخر؟ نبيل، السلام عليكم. السلام رضا، رضوان، ناجي، حسن، صويرة، السلام معاد، شكرا لكم بزاف نتوما اللي معنا في اللايف، تحياتي لكم. فاطمه كذلك شكرا لكم بزاف نتوما اللي معنا في اللايف وكتعطيونا دي كومونتير ديالكم. نمشيو ناخذوا اول مكالمه في حلقه هذا اليوم. نتوما مشاهدينا ما عليكم غير تواصلوا معنا على الرقم 06 61 93 78 35. مرحبا بتواصلكم والف الف مرحبا بكم في حلقه هذا اليوم. اليوم غادي نعلنوا على الفائز ديال الجائزه ديال هذا اليوم هذا ان شاء الله. اذا نمشيو ناخذوا اول مكالمه في حلقه هذا اليوم، نقولوا الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا ومرحبا. كيدايرك بخير؟ الله يبارك فيك سيدي. الاسم الكريم والمدينه؟ خالد من الرباط. مرحبا خويا خالد، لاباس عليك؟ الله يحفظك. خالد ياك ولا خليل؟ خالد خالد. مرحبا خويا خالد، كي داير انت؟ كي دايرين الناس ديال الرباط؟ الله يلا كلشي بخير. كلشي مزيان. فينا حي في الرباط اخويا خالد؟ هذيك سميتها كاع. سميتها كاع. الله يلا تشهد بوها كاع. مشات كاع. الحي اللي انت ساكن فيها ودي ابو خالد. سيدي معروف. سيدي معروف. تحياتنا لك وتحيه لكل مشاهدينا بحي سيدي معروف كامل. والعاصمه العلميه، العاصمه الاداريه للمملكه المغربيه، العاصمه الاداريه. يلا مشيو المسابقه ابو خالد. مستعد؟ نعم مستعد للمسابقه. يلا قلت لك كاينه مسابقه، مستعد؟ غطعني دابا. لا قلت لك واش مستعد للمسابقه؟ ومستعد. يلا نعطيوك اختيارات باش بغيتي تبدا نتوكلوا على الله. يلا يلا. الثقافة عامة، الدين، الرياضة، الأمثال، الغاز ولا قلدني. ست المراحل، الثقافة، الدين، الرياضة، الأمثال، الغاز ولا قلدني، باش تختار باش تبدا أبا خالد. شوف لنا ذاك الألغاز. يلا تمشي الألغاز نيشان. لوا تمشي الألغاز نيشان، هما الأولين نبداو بهم. نسبق بهم. يلا نسبق. نسبقوا بالألغاز. يلا هذا نعطيك لغزه سي خالد، وفي كل يعني السؤال الاول دائما عندك الحق تخطا فيه ونتمنوا انك ما تخطاش ودي سي خالد. يلا اللغز كيقول هذا ساهل ودي سي خالد، اسم ديال دوله كتقرا من اليمين ومن اليسار. اسم ديال دوله، اسم دوله كتقرا من اليمين ومن اليسار. ليبيا. ليبيا. سهل هذا. ياك سهل ياك كاين سهل. كاين. برافو ليك، ترى حاضر كاين ودي خالد. طيب يلا هما 10 ديال النقاط تبقى. نعم خويا انا راه من كازا. مرحبا مرحبا. انت من كازا ولا من الرباط؟ من لا من كازا. وعلاش في الاول قلتي لنا الرباط؟ واخويا راه كنصحاب شي واحد بغا يبقى فارقع عليا. لا خويا شوف اخويا خالد، انت مباشره معنا في قناه شوف تيفي وبرنامج رباح مع شوف تيفي، برنامج المسابقات والبرنامج العائله، الاهل والاحباب والاصدقاء. دونك انت من سيدي معروف ديال الدار البيضاء ياك؟ اسمح لي اخويا نجيب واحد النمره ونعاود نصوني عليكم. مرحبا اخويا خالد، شكرا لك على المشاركه ديالك، تحياتي لك اخويا خالد. نتمنوا من المشاركين اللي يكونوا معنا اللي يتواصلوا معنا يكونوا في جديه، نتواصلوا بجديه حيت كيتبعونا عائلات، كيتبعونا اهل والاحباب واصدقاء، و يعني برنامج ديال العائلات وديال الاهل والاحباب والاصدقاء. نتمنوا المشاركين اللي يتواصلوا معنا مرحبا والف مرحبا، لكن يكونوا معنا في قمه الجديه كما كنقولوا ان شاء الله. نتمنوا ان تكون الرساله وصلت كما كنقولوا. شكرا لكم نتوما اللي معنا في اللايف، تحياتي لكم، تحيه للاخت خديجه. السلام خويا هشام، عصام. خديجه قالت لنا ليبيا جواب صحيح، برافو ليك. نمشيو ناخذوا مكالمه ما نخليوهاش تسنى. الو السلام عليكم.
الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، الاسم الكريم والمدينه؟ محمد أصبرايف من مراكش. مرحبا خويا محمد، لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. كي دايرين الناس ديال مراكش؟ كلشي بخير الحمد لله. بخير، كي داير الجو عندكم؟ شويه طيب عشان مراكش. اي والله يلطف بينا، الله يلطف بينا، الحال سخن شي شويه ياك. اييه اي والله يلطف بينا ودي سي محمد. يلا نمشيو للمسابقه، مستعد ان شاء الله؟ يلا نعطيوك اختيارات، ثقافه عامه، الدين، الرياضه، الامثال، الغاز، ولا تقلدني ودي سي محمد. سي محمد نقاطع الخط على سي محمد. كان نقاطع الخط على سي محمد. نتمنى انك تعاود الاتصال بنا سي محمد دائما على الرقم 06 61 93 78 35. مرحبا والف مرحبا. نمشيو ناخذ مكالمه اخرى، كيكون الضغط على الهاتف. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا ومرحبا، الاسم كريم؟ حسن. مرحبا سي حسن، منين مدينه سي حسن؟ تطوان. تحياتي ليك وتحيه للناس ديال تطوان. لا يخطيك الحمامه البيضاء. الله يا ودي. الله يحفظك سيدي حسن، الله يخطيك. فينا حي في تطوان سي حسن؟ بوجراح. بوجراح. اه تحياتي ليك وتحيه لكل مشاهدينا بحي محمد بن نونة. حي محمد بن نونة. شارع حاج محمد بن نونة. تحياتي لك وتحيه لكل مشاهدينا بشارع محمد بن نونة. مرحبا بك، عندنا في تطوان. الله يبارك فيك، يرحب بك الخير والرباحه ودي سي حسن، الله يخطيك. الله يحفظك، نمشيو للمسابقه، مستعد؟ قول اسيدي. يلا توكلوا على الله، نعطيوك اختيارات، ثقافه عامه، الدين، الرياضه، الامثال، الغاز، ولا تقلدني ودي سي حسن. واش غادي نقول لك؟ شويه الغاز نشوفوا شنو. نمشيو للالغاز. اييه يلا نعطيوك شي لغز يكون في المتناول ودي سي حسن. يلا اللغز كيقول سي حسن. اسيدي حاول تركز ياك. اللغز كيقول كاينين جوج توأم ياك. توأم. نعم. جوج توأم. اييه وعندهم خوهم ثالث ياك، تسمعني؟ كنسمعك. جوج توأم عندهم خوهم ثالث، وهذاك خوهم ثالث كيقول ما عندوش خوه. فهمتي اللغز؟ فهمتك، يعني خوهم ثالث كيقول ما عندوش خوه. اييه اشنو الحال ديال هذا اللغز هذا؟ إذا ما تمكنتيش من الإجابة عندك الحق تخطأ وندوزو للسؤال الآخر، لغز ولا اختار مرحلة أخرى. يلا خذ مهلة، جوج توأم عندهم خوهم ثالث، خوهم كيقول ما عندوش خوه. شكرا اللي معنا في اللايف، تحياتي لكم. أم زهور هي تحياتي لك، شكرا لك. خويا هشام شكون آخر؟ خديجة. خديجة قالت لنا حنا عندنا السم ديال البرد، ما عرفناش شمن مدينة أختي خديجة. اييه تحياتي لكم، شكرا لكم بزاف. يلا سي حسن. والو ما عرفتوشي. ما عرفتوشي. نعطيك الحل ديالو سي حسن. امر اسيدي. كيقول لك جوج توام وعندهم خوهم ثالث، خوهم كيقول ما عندوش خوه ياك. هادوك التوام كتسمعني ياك؟ كنسمعك. هادوك التوام جوج بنات، جوج توام بنات، يعني ما عندوش هو خوه. فهمتي دابا؟ فهمتك. يلا تبقى في الغاز ولا تبدل؟ واش نقول لك؟ عندك اختيارات، ثقافات، الدين، الرياضه، الامثال، الالغاز كذلك، الا بغيتي تبقى ولا تقلدني؟ لا ما عرفتش نقلدك. يلا اختار حاجه اخرى. واش نقول لك؟ اجنو تختار. وانتو زوجيت ديننا لا باقي كنعرفوا فيه شي حاجه. مرحبا. يلا نعطيك شي سؤال سهل ودي سي حسن، صافي؟ يلا اعطيني خمسة ديال الأسماء ديال الأنبياء والرسل. كاين محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم، واحد. عيسى. جوج. يوسف. ثلاثة. نبي الله سليمان. سليمان، أربعة. أيوب، خمسة، برافو ليك، ها هما خمسة ديال الأنبياء والرسل، يلا هي 10 ديال النقاط. تبقى في الدين ولا تبدل؟ وخلينا في الدين، شوف ولا باقي نشادين شي حاجه. مرحبا، يلا انا نحاول نعطيك شي سؤال يكون ساهل كذلك، صافي؟ سيري. يلا اعطيني خمسة صور القرآن الكريم، دابا خمسة صور ياك؟ نعم، خمسة صور؟ أي ولكن يكون فيهم حرف الحاء بحال الفاتحة. صورة الحجر. الحجر جوج. صورة سيدي. تحية لكل المشاهدين اللي معنا في اللايف، شكرا لكم بزاف، نتوما اللي معنا في اللايف وكتعطيونا هذه كومونتير، شكرا لكم بزاف بزاف. من عند خوكم صلاح الدين فرحاتي امام الكاميرا.
يلا سي حسن. سورة الحشر. الحشر فوالا ثلاثة. سورة الضحى. سورة الضحى. الفاتحة. الفاتحة قلناها. قلتيها. أيه. قلنا الفاتحة، قلنا الحجر، قلنا الحشر، وقلنا الضحى. فوالا بقات لك سورة. يلا حدا الضحى، غي حداها. تابعها لا حداها. نقولها ليك. سي حسن. نعم سيدي. سورة الشرح. سورة. ياك حداها الضحى سورة الشرح. يلا هيا 20 نقطة وديها سي حسن. أه، تبقى في الدين ولا تبدل؟ عندك الحق في سؤال آخر ديني. لا خلينا في الدين. يلا مرحبا، أنا نعطيك سؤال ديني وساهل هذا سي حسن، صافي؟ أمرك. يلا السؤال كيقول ما اسم أب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أب الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو الاسم دياله؟ يلا معك شي حد في العائلة يتعاون معك؟ لا هو قال دابا الساعة غير بوحدي في الدار. يلا نتمنى لك التوفيق. يلا وليد دخل في دور شوية حنا جلس نرتاح. أيوا نقدر نعيط لهاد السيد. مرحبا وألف مرحبا ودي يا سي حسن مرحبا. يلا ما اسم أب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مشات لك هاد المعلومة واقيلة ودي السي حسن. مشات واش انت عارف غير مشات لك في هاد اللحظة هادي والله. ياك انت عارف ياك السي حسن. كنت عارف ماشي بعيد يعني في الطرف الثاني ولكن اي صح غتكون عندك. انا عارف انا عارف غتكون عندك. ايوا ماشي مشكل نعطيوك الجواب. والجواب اخاي يلا ما اسم اب الرسول صلى الله عليه وسلم السي حسن؟ هو عبد الله بن عبد المطلب. عبد الله بن عبد المطلب. والله الا كنت نقول لك انا علي. لا علي هذاك ولد عم الرسول صلى الله عليه وسلم. اه علي هذاك علي ولد عم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولد عم الرسول. ولد عم الرسول ونسيب الرسول صلى الله عليه وسلم. يلا شكرا لك سي حسن قدم تحياتي. شكرا الله يعاونك الله بارك الله فيك تحياتي لك. شكرا لك تحياتي لك الاخ حسن من مدينه تطوان الحمامه البيضاء. احنا مشاهدينا مازالين معكم دائما برنامجكم رباح مع شوف تي في مباشره من قناتكم شوف تي في. تحياتي لكم. شكرا للاخ عبد اللطيف ابو عيد. شكون اخر؟ ام زهور عبد الله. برافو ليك جواب صحيح برافو ليك. واش يمكن ليا نعاونوه؟ نعاون اه ممكن تعاونوا في دي كومونتير. برافو خديجه عبد الله هشام عبد الله تحياتي لكم شكرا لكم بزاف. نمشيو ناخذ مكالمه اخرى ما نخليوهاش تسنى كيكون الضغط على الهاتف. الو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الاسم الكريم سيدي والمدينه؟ حسن من زاكورة. مرحبا سي حسن تحياتي ليك وتحيه للناس ديال زاكورة. بارك الله فيك. شكرا. الله يحفظك. كي دوزتي نهارك بخير؟ لاباس لاباس. بدات سخونية عندنا شويه هنايا. ايوا الله يلطف بينا الله يلطف بينا ودي سي حسن. زاكورة في هذه الفتره دابا راه بدات يعني سخونه شي شويه ياك. شويه دابا راه تقريبا 30 درجه. ايوا الله يلطف بينا ودي سي حسن. الله يبارك فيك. يا ربي امين يا رب. يلا اش من حي في زاكورة سي حسن انت؟ حي المنصور الذهبي. حي المنصور؟ منصور حي المنصور الذهبي. منصور الذهبي. حي المنصور الذهبي زاكورة. تحياتي ليك وتحية لكل مشاهدينا بحي منصور الذهبي ومشاهدينا بمدينة زاكورة. بارك الله فيك. يلا مشوا المسابقة ودي سي حسن. مرحبا. يلا الثقافة عامة الدين الرياضة الأمثال الألغاز ولا قلدني شنو تختار ودي سي حسن؟ نمشيو للامثال. نمشيو للامثال الشعبيه. نعطيوك البديه ديال المثل الشعبي وانت تعطينا الكماله ديال المثل الشعبي صافي؟ اييه اييه. ولا عندك الحق تخطا في السؤال الاول صافي؟ عندك الحق تخطا في السؤال الاول ونعطيوك سؤال واحد اخر صافي؟ دابا انت تعطيني السؤال. غنعطيك مثل شعبي. وعندك الحق الا ما تمكنتيش من الاجابه عندك الحق تخطا ونعطيوك واحد اخر. أعطيني مثال شعبي. نعطيك مثال شعبي. يلا المثل الشعبي كيقول السي حسن قاعد المثل الشعبي كيقول قاع داك الخير اللي درت ما قر فيهم. أنت غتعطينا الكمالة. قاع داك الخير اللي درت ما قر فيهم. شوية صعيب شوية هذا المثال. لا ما شوية وصافي. لا شوية وصافي. تحية للسي مروان. قالينا بسم الله. شكرا لك ودي السي مروان تحياتي ليك. تحيه للرباب. اييه بارك الله فيك لاله رباب. شكرا لك. تحيه للاخت نعيمه كذلك. يلا سي حسن.
واش عندي الحق في عندك الحق الا ما تمكنتيش من الاجابه لان هذا غير السؤال الاول هذا غير المثل الشعبي الاول زعما لا هذا ما عرفتش هذا انا نعطيك نكمل لك المثل الشعبي نكمل لك المثل الشعبي يا سي حسن اها كمل لي المثل باش نعرفو اييه كيقول اييه معلومه كيقول لك كاع داك الخير اللي درت ما قر فيهم عادي الغدر ونكران الجميل طبيعه فيهم لا ما عرفتش ما عرفتش تبقى في امثال ولا تبدل تبقى في امثال ولا تبدل عطيني شي مثال سهل هذه المره يلا انا نشوف لك شي مثال سهل يلا هذا مثال زوين تا هو معروف كيقول لك المثل الشعبي يا سي حسن نعم لا تسرج حتى تلجم وعقد عقده صحيحه لا تسرج حتى تلجم وعقد عقده صحيحه اها انت كملوا انت تعطينا اييه فيها القافيه على وزن صحيحه ما تلجم لا تسرج حتى تلجم لا تسرج حتى تلجم اييه وعقد عقده صحيحه عقده صحيحه اييه نزيد نساعدك ساعدني يلا كيقول لك اعطيني الشق الاول من الجواب اييه انا نساعدك لا تسرج حتى تلجم وعقد عقده صحيحه لا تتكلم لا تتكلم لا تتكلم وانت تعطينا الكماله لا تتكلم حتى تخمم حتى تخمم اييه زيد كمل باقي الكماله صعيب شويه لا ما صعيب والو انت انا نشوف المشاهدين اللي معنا كلهم غادي يعطيونا اجوبه صحيحه واكيد غادي يكون عندهم اجوبه صحيحه كيقول لك المثل الشعبي لا تسرج حتى تلجم وعقود عقده صحيحه لا تتكلم حتى تخمم لا والو لا والو ايوا انت من الاول اش غادي تختار الامثال الشعبيه سير الالغاز سير الثقافه عامه سير اسئله دينيه اسئله رياضيه لا حيت بك بعض المرات كنت بابا ما ماش كنلقى يعني درت الشق ديال الامثال الشعبيه تيكون سهل اي عطينا شي مثل شعبي من عندك انت يا بدي سي حسن شي مثل شعبي اييه الا عطاك العاطي كيقول لك لا عطاك العاطي لا تحرط لا تواطي ياك حتى الجبل هذا سهل هذا سهل هادو دوزهم ديجا دوزناهم في حلقات سابقه دوزناهم بحال الامثال يعني كنولو الامثال اللي معروفين حتى هادو معروفين والله العظيم الا معروفين وكاع الناس بعض المرات كنطرحهم في البرنامج وكيجاوبوا عليهم غير دابا كان على اي ماشي مشكله نعطيك لكم انا ديال المثل الشعبيه سي حسن حتى هو غضيف المعلومات ديالك يلا كيقول لك لا تسرج حتى تلجم وعقد عقده صحيحه لا تتكلم حتى تخمم لا تعود لك فضيحه فيه القافيه في الاخر فيه القافيه قلت لك فيه القافيه على وزن صحيحه يلا شكرا لك سي حسن وقدم تحيه ديالك للعائله والاهل والاحباب شكرا تحياتي لك بارك الله فيك شكرا لك تحياتي لك الاخ حسن من مدينه زاغوره شكرا لك على المشاركه ديالك وعلى المتابعه ديالك لبرنامج رباح مع شوف تي في مباشره من قناه شوف تي في بيني وبينكم واش الامثال الشعبيه صعيبه واقيله ولا ما نبدلوها عاوتاني نديروا شي حاجه سهله بحال ديك القضيه ديال لبس قد كيواتيك هاك واره ما فيها حزاره المعروض في نهارو يبقى في دارو اللي قال العصيده بارده يدير يدو فيها كل الخبز اليابس ودوز على جارك لابس عيش نهار تسمع اخبار طلال الامثال الشعبيه على اي نمشيو ناخذ مكالمه ما نخليوهاش تسنى دائما على الرقم 06 61 93 75 35 مرحبا والف مرحبا حنا في انتظار مكالمه ناخذ مكالمه ما نخليوهاش تسنى الو السلام عليكم اهلا وعليكم السلام اهلا وسهلا ومرحبا الاسم الكريم معك محسن مرحبا سي محسن لاباس عليك ربي يخليك اخويا الله يحفظك من مدينه سي محسن سطاتي سطات يا سلام تحياتي لك وتحيا الناس ديال سطات ربي يخليك الله يحفظك الله يخليك تحيه ودي السي حسن لك ولجميع سكان مدينه سطات الجميله محسن محسن عفوا محسن يلا نمشيو للمسابقه سي محسن مرحبا يلا نعطيوك اختيارات ثقافه عامه الدين الرياضه الامثال الالغاز ولا تقلدني ودي السي محسن ولا تقلدني نعطيك شي جمله ولا شي كلمه وانت تعاودها ثلاثه مرات بالزربه لا يلا اختار ثقافات الدين الرياضه الامثال ولا الالغاز واخا نبداو بالدين يلا نمشيو للاسئله الدينيه جميل يلا نعطيوك شي سؤال في الدين يكون سهل ودي السي محسن شكرا
يلا اعطيني خمسه ديال خمسه ديال الاسماء ديال الانبياء والرسل. ياك الانبياء والرسل ايه يكون فيهم حرف الدال بحال محمد صلى الله عليه وسلم. محمد محسوبه ايه محمد محسوبه واحد واحد يه. داود داود جوج ايه جوج قولك ثلاثة ضرب الدال ايه محمد داود انا نزيد نساعدك ايه ابونا هو الاول ادم ادم ثلاثة زيد يلا قولك جوج وسعد ايه انا اعطيك واحد يلا ادريس ادريس ايه بقالك واحد يلا قلنا محمد داود ادم ادريس بقالك مبقاتش تشد فيها والو كيفاش قلت لكم مبقاتش تشد فيها لا مرحبا لا انا ممكن نعطيك الجواب ممكن يتلميه هو اد الرسول كيبدا الاسم ديالو بحرف الهاء ها هود 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 عليه السلام او عليهم الصلاه والسلام اجمعين يلا ها هما 10 ديال النقاط تبقى في اسئله دينيه ولا تبدل نشوفوا اسئله دينيه عندي حق نغلط مره ياك لا عندك الحق تخطا في السؤال الاول اللي هو دزناه صافي دزناه السؤال الاول هو دزناه واخا الرياضه نمشيو للرياضه نعطيوك شي سؤال في الرياضه ودي السي محسن ويكون ساهل ياك يكون في المتناول ان شاء الله يلا هذا ساهل تا هو يلا اعطيني خمسه ديال المدربين مغاربه في البطوله الوطنيه في كره القدم ودابا حاليا اللي كاين اللي كاينين دابا مدرب ديال البركان الجعواني الجعواني واحد السفري تا هو درب هذا الموسم يا يوسف السفري جوج كان مع الحسيمه وما عرفتش واقيل باقي معاه لا السفري مع الراجا مع الراجا مع الراجا فاش مشى كاريدو جابو السفري ايه ايه فوالا يوسف السفري يلا جوج جوج راه صافي لا ما نعرفش غير زيد غير زيد مدربين طلع المدربين شكون اللي كيدرب مثلا بحال دابا الطوسي مثلا رشيد الطوسي ها هو ثلاثه زيد بدو الزاكي بدو الزاكي اربعه ايه بقى لك مدرب بقى لي مدرب هشام الدميعي هشام الدميعي برافو ها هما خمسه كتصعب عليك الامور ها هي سهله يلا سي محسن مع 20 نقطه تبقى في الرياضه ولا تبدل نمشيو في الرياضه مرحبا يلا نحاول نعطيك شي سؤال في الرياضه يلا هذا السؤال سهل تاهو في الرياضه صافي ان شاء الله ما هو اسم رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم مبقاش عيسى حياتو مبقاش عيسى حياتو دابا ترشحوا واحد جديد اللي هو احمد زيد احمد هم غيعطيونا اجوبه هنايا بزاف قالوا لينا عموته جعواني فاخير طوسي زكي طوسي واش الاتحاد واش الاتحاد ديال المغرب لا الاتحاد الافريقي اما رئيس الجامعه الملكيه المغربيه هو فوزي القجع هذاك رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم هذا رئيس الاتحاد الافريقي الكاف لكره القدم احمد موسى لا ماشي احمد موسى لا في مصر لا ماشي مصري لا 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 ماشي مصري لا لا ما عرفتش لا 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 غير حاول غير حاول راه عندك الجواب عندك نزيد نساعدك اسي محسن ايه يلا اعطينا الاسم الاول قلتي احمد عاودها احمد احمد صافي هو هذاك صافي سهله ياك سهل هاي 30 نقطة ودي اسي اسي ابسطي لا تبارك الله راك مجتهد راك مجتهد تحية لكل المشاهدين اللي معنا في اللايف شكرا لكم على الوفاء ديالكم وعلى المشاهدة ديالكم يلا قلنا 30 نقطة ياك اسي محسن تبقى في الرياضة ولا تبدل؟ لا انا بغيت تبدا تصعب خاصني نبدل عطيني شي لغز برافو ليك شنو تختار دابا؟ لغز لغز يلا نمشيو للالغاز ايه يلا نعطيوك شي لغز يلا هذا لغز خص شويه تركز فيه صافي واخا يلا هذا واحد الراجل لو ديال السي محسن اييه في عمرو 38 سنه 38 سنه وقال خصني معك ورقه وسيل ولا لا غير ركز غير بشويه 38 سنه والابن ديالو ولده في عمرو 20 سنه اييه ياك اييه فوقاش يكون الراجل مضوب العمر ديال ولده دونك بيناتهم 18 عام ايه يعني هو 38 سنه والاخر 20 سنه ولده 20 سنه فوكاش 20 سنة. فوكاش يكون الاب مذوب العمر ديال ولده فهمتي فهمتي اللغز فهمتي ياك فهمتي اللغز
قلت لي الاب شحال عنده؟ 39. 38 38 والابن عنده 18. اييه دونك 38. اييه 38 على 8... لا 38 على 20، ولده في عمره 20. دونك ولده عمره 20. اييه واخا 20 يلا عصر لي يلا عصرت شويه الدماغ يلا. دونك عنده الدري 20. الدري ولده عنده 20 وباه عنده 38. فوكاش كان الاب ديالو مدوبل. كل المشاهدين اللي معنا في اللايف، واحد قال لنا ما يمكنش. لا يمكن، يمكن. شكون اللي قال لنا؟ ايوب ايت العربي قال لنا ما يمكنش. لا يمكن، ما يمكنش نعطيو شي لغز ما عندوش الحل. لا ولكن بيناتهم هما ديجا الفرق 18 عام. اي 18 عام حنان ولا فوقاش عاد غيكون، فهمتي؟ اوكي هذا اللغز ممكن ترجع، ممكن تزيد لقدام. رجعوا ارحم فوالا. اي ممكن ترجع حيت اللغز، اللغز كيبقى كنخليك مفتوح. انت رجع نقص زيد مثلا، فهمتي؟ كلشي هما عطاونا بزاف. قال لنا 40 سنه دونك الولد ملي كانت عنده 18 عام الاب تكون عنده 36 عام. اييه برافو ليك، جوابك صحيح، برافو ليك. الاب ملي كان الدري ملي كان عنده 18 عام الاب شحال كان عنده؟ 36 عام. دونك مدوبله مدوبله. والدري فاش زاد عامين ووصل 20 سنه الاب شحال ولا عاوتاني في عمره؟ 38. دونك صحيحه خرجات ياك، خرجات ان شاء الله. واحد قال لنا ما يمكنش. يمكن اودي السي انس ام شكون هذه؟ يمكن الا رجعنا للور اللي زدنا قدام. اللغز كيبقى مفتوح، اللغز كيبقى مفتوح، كيبغي الذكاء. يلا برافو ليك، ها هي 40 نقطه اودي اخويا محسن. يلا تبقى في الغاز ولا تبدل؟ يلا لا بالك شويه معقدين هذا الشيء، عندك الحق تختار ثقافه عامه ما دوزناهاش، دوزنا الدين والرياضه وثقافة عامة. باقي لك والغاز، باقي لك ثقافة عامة وأمثال شعبية ولا تقلد؟ لا 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 أمثال، شفت هذاك الراجل المسكين اللي عيط قبل مني. يلا باقي لك ثقافة عامة ولا تقلدني؟ نديرو ثقافة عامة ونقلدك. اللي بغيتي نمشيو للثقافة العامة؟ نقلدك نقلد. يلا مرحبا، تقلدني أنا؟ إيه ولكن أنا نعطيك شي 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 وحدة سهلة صافي؟ واخا يا الله واخا. يلا غتقول لي يا ودي يا سي محسن. اييه هذه سهله، غتقول لي اللحم الحمام حلال واللحم الحمار حرام. اللحم الحمام حلال واللحم الحرام. اللحم الحمام حلال واللحم الحمار حرام. ثلاثه المرات بالزربه يلا. ثلاثه المرات قلتها مره. لا ثلاثه المرات، وانا نقولها لك 60000 مره نقولها لك، ما كاينش مشكل. يلا واخا سيدي. لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام. لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام. لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام. هذو ثلاثة. برافو ليك اودي سي محسن، هاي 50 نقطة، الله يعطيك الصحة، راك غادي مزيان. يلا دابا حيد من قلدني، بقات لك ثقافة عامة صافي. يلا يلا سير ثقافة عامة، ولكن ثقافة عامة اللي هدانا ماشي اللي عامة. لا غير يلا يلا نعطيك شي سؤال سهل. يلا السؤال كيقول سي محسن، متى يحتفل العالم باليوم العالمي للنوم؟ نهار تأسست شركة دوليدور. كيفاش؟ قلت لك نهار تأسست شركة دوليدور. حدد اليوم العالمي للنوم. يلا اش من يوم كيحتفل العالم باليوم العالمي للنوم سي محسن؟ يلا احنا غنتسناو الاجوبه من عند الناس اللي معنا في اللايف. شكرا لكم بزاف، تحياتي لكم. واحد قال لنا ديما ديما محتفلين باليوم العالمي للنوم. شكون اخر؟ واحد قال لنا بالليل. لا دائما هذا واحد النهار يوم في السنه كيخلدوا العالم كله. قال لنا شكون هذه؟ ام زور قالت لنا ديمونش. لا ماشي ديمونش، لا لا نهار ولا تاريخ محدد. تاريخ محدد. يوم 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 في السنه كيحتفل به العالم، غير هو ما معروفش يعني ما كيداولوش بزاف ديال الناس، لكن كي معروف اليوم كيحتفلوا به العالم كله باليوم العالمي للنوم. لا 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 قول بسيني، لا احنا قلنا غير ثقافه عامه حدانا. والله الا سهل، حاول غير تركز، حاول غير تركز. كاين اللي عطانا اجوبه صحيحه في اللايف، برافو ليكم. كاين اللي عطانا اجوبه صحيحه وكاين اللي عطانا اجوبه خاطئه، ماشي مشكل. نعطيك الجواب سي محسن. بلاتي يلا فكر شي نديرو احنا، نفكر شي شويه واخا. يلا واخا انا نديرو احنا الوقت اللي يكون مزيان في الناس هو الشتا.
غتكون فصل الشتاء. المهم لا اعطيني اعطيني اليوم اعطيني اعطيني اليوم والشهر. اليوم والشهر المهم انا كيبان لي يكون في مارس. نقولوا نهاراش مثلا قلتي مارس ولا مثلا اختار انت اعطيني يوم وشهر. يلا 22 مارس. شحال؟ 22 مارس. صافي احتمال على 365 واحد على 365 جواب نهائي 22 مارس. قلتي 22 مارس جواب نهائي. قول لي بشحال قلتها. اه لا صافي غير عطيني الجواب الصحيح. جواب نهائي. اه صافي. اوه للاسف. وربنا للاسف. قلت يا ودي سي محسن عرفتي امتى اليوم امتى العالم كيحتفل باليوم العالمي للنوم؟ اييه هو اليوم هو 15 مارس. يا بدا بدا مارس. اي الشهر برافو ليك راك عطيتينا الشهر ولكن هو اليوم اليوم 15 مارس الف من كل سنه كيخلد العالم كله اليوم العالمي للنوم. ماشي مشكل يا ودي سي محسن ماشي مشكل. سيدي شكرا على بارك الله فيك تحياتي لك. واليوم عارف النهار اليوم هذا شويه خايب وقلنا نضحكوا شويه. الله يحفظك اودي سي محسن ومرحبا بك. نتمنى انك تشارك معنا في حلقات مقبله ان شاء الله. ان شاء الله انا في ما بان لي انت يا انطوني من الاثنين حتى الجمعه من الاثنين للجمعه مع ديك السبعه ونص للثمانيه ونص. يلا وليني المره الجايه مرحبا اودي سي محسن شكرا لك. يلا ربي يخليك تحياتي لك. شكرا لك سي محسن تحياتي لك وتحيه لكل مشاهدينا بمدينه سطات الجميلة. شكرا لك على المشاركة ديالك وعلى المتابعة ديالك البرنامج رباح مع شوف تي في. شكون هذا اللي ناعمة شبعت الضحك مع راسها 15 مارس برافو لك خويا حسن. أم شكون هذه أم ماي أميمة قالت لنا حتى هي شبعت الضحك بالصحة والراحة. شكرا لكم وتحية لكم من عند خوكم صلاح الدين فرحتي أمام الكاميرا. نمشيو ناخذوا مكالمة ما نخليوهاش تسنى كيكون الضغط على الهاتف. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا ومرحبا سي محسن. سي صلاح. الصوت الجميل. الله يحفظك بارك الله فيك أنت بخير كلشي مزيان. سي صلاح. الله يحفظك. واش ما كانش هاد الأيامات لا؟ نعم. الله يستر هاد الأيامات. لا كان غير نهار نهار الخميس لا ماشي الخميس الأربعاء كان مشكل في الفيسبوك كان في المغرب كامل كان مشكل في الفيسبوك وما استطعناش أننا نديروا البرنامج. لانه مباشره كيدوز سير فيسبوك وداكشي علاش ما استطعناش اننا نديروا المشكل ما تحل حتى الثلاثة ديال الليل دونك ما استطعناش اننا نديروا اللايف ودرناه البارح درناه الاسبوع كامل غير نهار الاربعاء اللي ما درناش اللايف. يلا نعم سي محسن نبداو المسابقه ان شاء الله. ان شاء الله مرحبا والف مرحبا. باش تبغي تبدا انت دائما كتواصل معنا وشكرا لك سي محسن. يلا الثقافات الدين الرياضه الامثال الالغاز ولا قلدني تفضل. واخا نمشيو للثقافة؟ نمشيو للثقافة العامة. يلا نمشيو لشي حاجة تكون سهلة ودي سي محسن. إلا هداك الله إلا هداك الله. يلا أعطيني خمسة المدن المغربية ياك؟ أها يكون فيهم حرف حرف التاء. حرف أ؟ حرف التاء. كيفاش؟ حرف التاء حرف التاء. تاء لا التاء التاء. تاء حرف التاء. تاء تاء. ماشي الفاء التاء. حرف تاء. تاء بحال تطوان مثلا تطوان. تطوان. تطوان واحد. تارودان. تارودان جوج. تازا. تازا ثلاثة برافو. تيتمليل برافو ليك. ونقولوا تمارة. تمارة. تمارة ولا توريرت ولا تاهلة. تاونات فوالا. طلع المدن المغربية اللي فيها حرف التاء. يلا هاي 10 ديال النقاط تبقى في الثقافة ولا تبدلها سي محسن؟ واخا نبدل. مرحبا. يلا السؤال تبدل شنو تختار؟ لا نبدل نمشيو ل الدين الرياضة الأمثال الألغاز ولا قلدني نعم؟ نمشيو للألغاز. نمشيو للألغاز مباشرة. يلا أنا نحاول نعطيك شي لغز سي محسن وحاول تركز صافي؟ واخا. اللغز كيقول شحال شحال من تسعود في المية؟ فهمتي؟ المية المية من واحد المية شحال فيها من تسعود؟ شحال من تسعود في المية؟ في المية هي شحال من تسعود في المية من واحد حتى المية؟ يلا خذ مهلة يلا خذ مهلة باش تحسب على خاطرك يلا. قالوا لنا تارودان تونات تازات تطوان تمارة مرحبا وألف مرحبا شكرا لك
ناعمة. دريس قلينا التاونات تارودان تازا تاهلا برافو ليك. خديجة قلينا التاوحدة. شكرا لك تحياتي لك لالا خديجة. كريم شكون هادي؟ أم زهور أيوب أيت العربي قلينا 11. هشام قلينا 11. لا ماشي 11. يلا سي محسن المياء شحال فيها من تسعود؟ محسن معاك 100 تاع 100 شحال فيها من تسعود؟ بحال دابا نقولوا تسعود 19 29 93 فهمتي ولا لا؟ ما فهمتيش اللغز يا محسن؟ فيها 10 حاول تحسب وحاول تحسب واعطينا جواب نهائي. وهي نورمالمون فيها 11. شحال فيها؟ شحال فيها؟ 11 فاصلة شي حاجة. لا ما كاينش الفصيله. لا ما كاينش الفصيله. كي غدير الفصيله؟ كي غدير الفصيله؟ 11. واش فهمتي اللغز ياك محسن؟ فهمتي اللغز؟ فهمت 100 فوالا. شحال من تسعود كاينه في 100؟ من 1 ل 100 شحال فيها من تسعود؟ 11. جواب نهائي. واش جواب نهائي سي محسن؟ انت حسبتي 9 19 29 39 ياك بحال هكا. شحال لقيتي؟ 11. يلا سي محسن ما تعطلوش. 5 4 3 2 1 يلا نقول 10. حاول تحسب حاول تاكد. انت خليت لك مهله باش انك تحسب وتاكد. والله ما عرفت. ماشي مشكل. نعطيك الجواب سي محسن. انت حسبتي واقيلا قلتي 11 ياك؟ قلتي 11 ولا 10 شكيتي في هادو ياك؟ يلا نعطيك الجواب انا. يلا واخا واخا صعبتي معايا ليا. لا ما صعبه وما صعيب. هذه بالعكس هذه سهله. هذا لغز كيحتاج غير التركيز غير الحساب. ها هو الجواب معاك. ها هو الجواب عندك انت. يعني خصك غير تركز وتحسب. دابا الجواب في هاد الجزء عطيت؟ نعم؟ الجواب كان في هاد الجزء عطيت؟ لا ما كاينش. هي 12. دابا قلتي 10 قلتي 11 قلتي 12 ياك؟ يلا نعطيك مهلة أخيرة تعطيني جواب نهائي. يلا نقول 12. صافي جواب نهائي. جواب نهائي. لا سي محسن كثر. طب. ها نقول لك شحال؟ وصل. هما 20 اودي سي محسن. 20؟ هيا نحسبوهم انا وياك دابا. واش نحسبوهم؟ زين احنا كنا 10 في 10. كيفاش؟ كنا 10 في 10 و 10. انت عبلاتي 9 19 29 39 49 59 69 79 89. ها هما هنا 9 حتى 89 كاينه 9 ياك؟ وغنديروا 90 ها 1 91 92 93 94 فهمتي سي محسن؟ كاينه فهمت فهمت. حتى 99 فيها جوج كاينين 11 على 9 هما 20 9 كاينه في 100. اييه كاينه كاينه ولا ما كايناش؟ انت غتعاود تحسبها سي محسن وغتاكد. يلا شكرا لك على المشاركه ديالك وتحياتي لك سي محسن بزاف. شكرا لك. تحياتي لك أمسية سعيدة سي محسن وكنت معنا من مدينة مراكش البهجة. شكرا لك على المشاركة ديالك. احنا مشاهدينا مازالين معكم دائما برنامج رباح مع شوف تي في. هذه 8:09 ديال الدقائق قد مباشرة من استوديوهات قناتكم شوف تي في. برافو. ما قالوا لنا 20 هند 20 برافو إلهام 20 خديجة. انت خديجة اليوم ضليتي غير كتضحكي مع راسك بالصحة والراحة. يا لالا خديجة تتعاونينا. عطينا أجوبة أنت يا أيوب 20 برافو ليك. ناري هادي قتلاتني بصحتك وراحتك. يلا نمشيو ناخذ مكالمة أخرى ما نخليوهاش تسنى. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته خويا صلاح. أهلا وسهلا برشيد. الله يحفظك ليا با. لاباس عليك كلشي مزيان؟ والله إلا مليح خويا صلاح. الله يحفظك. تحياتي ليك وتحية للناس ديال سيدي حيا الغرب. هما يبادوا لنا كاملة بنفس المحبة خويا صلاح. نعم وهما يبادلوا لك بنفس المحبه. بارك الله فيهم وشكرا لهم بزاف اودي السي رشيد. وسلمنا عليهم بزاف اودي السي رشيد. تحياتي لهم كامل. الله يحفظك لي. الله يحفظك خويا صلاح. الله يرضي عليك. بارك الله فيك والله يعطيك كل خير. يلا نمشيو للمسابقه برشيد.
يلا الثقافه الدين الرياضه الامثال الالغاز كما العاده فين الالغاز مشيو الالغاز ديريكت سمعتي اللغز اللي عطينا السي محسن قبل منك نعم سمعتي اللغز اللي عطيناه السي محسن قبل منك اللي دابا لا لا ما سمعتلوش ما سمعتلوش واخا انا نعاود نشوف هذا اللغز واش تعرفوا السي رشيد لا واعطيني واحد اخر اخويا صالح هذا كوكان هو كرة جاوب عليك وصعيب كرة جاوب عليه وكرة مازال معانا في المكالمه ياك برافو ليك واش كيبان لي نشوف نشوف ربما تخدم شي شويه ديال الذكاء ودي السي رشيد من 1 ل 100 شحال كاينه من 9 شحال شحال كاينه من 9 من 1 ل 100 ماشي نعم من 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 1 ل 100 اه من 1 ل 100 شحال كاينه من 9 احسبها انا وياك يلا نحسبوها كاينه 9 زيد لا غير يلا سيد 9 وكاين 19 زيد كاين 29 زيد 29 زيد 39 49 39 49 59 79 89 ايه وكاينه 89 كاينه 90 زيد 10 10 91 92 93 94 95 زيد 15 96 97 98 99 كاينه سيدي 19 20 20 اي حيت 99 90 هي 20 كاينه ولا ما كايناش؟ كاينه يلا نعطيوك لغز اخر صافي واخا يلا برشيد نتمنى لك التوفيق ان شاء الله يلا اللغز كيقول السي رشيد ما هو الشيء الذي ما هو الشيء الذي يولد كبير ويموت صغير الله يرحم الله ما هو الشيء الذي يولد كبيرا ويموت صغيرا انا نساعدك واذا ما تمكنتيش من الاجابه نمشيو لسؤال اخر لغز ولا اللي بغيتي يلا هذا غير اللغز الاول كيموت تيتولد صغير وكيموت كبير لا كيتولد كبير وكيموت صغير كيبقى صغار 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 حتى كيموت يلا برشيد ما عرفتيش لغز واحد اخر صافي نحيدو هذا حيدي هذا سهل هذا سهل ودي السي رشيد انا نعطيك اللغز شنو هو الجواب فاش كيتقطع علينا الضوء باش كنديبانيو الشمع بالشمع الشمع مسكينه هي اللي كتبقى صغار 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 حتى كتموت يا بصح صحيح ولا ماشي صح يلا مشيو للغز اخر صحيح مشيو للغز ولا تبدل لا مشيو للغز يلا اللغز كيقول السي رشيد ما هو الوقت ما هو الوقت الذي بين الامس والغد يعني الوقت بين الامس والغد يلا خذ يعني مهله اي خذ مهله كاين اللي قال لنا العمر انس قال لنا العمر فوالا ايوب قال لنا الشمع برافو النار لا ماشي النار اخويا يونس الشمعة فوالا خويا صالح هي تحياتي لكم وشكرا لكم بزاف نتوما اللي كتعطيونا دي كومونتير تحياتي لكم بزاف نعم الوقت الحاضر انا نعاود لك اللغز انا نعاود لك اللغز باش تعطينا الجواب صحيح ما هو الشيء الذي ما هو الشيء ما هو الوقت الذي بين الامس والغد يعني راه ما كاينش فرق بين هذو كاين البارح كاين نفس الوقت يعني ديال البارح ديال اليوم راه نفس تيبقى نفس الوقت واسمع اللغز اسمع اللغز ما هو الوقت الذي بين الامس والغد الوقت بين الامس والغد وقت بين الامس والغد ايه امس يعني الامس راه البارح فوالا هو غدا ايه يلا انت يعني الامس الامس هو البارح والغد يعني هو الغدا يعني اللي بعد منه وما هو الوقت الذي بين الامس والغد هو الوقت ديال دابا يعني الوقت الحالي الوقت الحاضر كيفاش غنقولوا ليه الوقت الجاري ولا الوقت يعني لا ماشي الوقت الجاري ماشي الوقت الحاضر الوقت ماشي مشكل نعطيك الجواب السي رشيد ونعتبروها اجابه صحيحه ونمشيو لسؤال اخر صافي هو اليوم هو اليوم اليوم هو اليوم ما هو الوقت الذي بين الامس والغد هو اليوم هو هذا النهار هذا مثلا ياك هذا هو اللغز هو هذا يلا هاي 10 ديال النقاط يلا دابا تبقى بالغاز ولا تبدل نبقى بالغاز مرحبا نحاول نعطيك شي لغز يكون سهل شي شويه صافي مرحبا يلا واخ هذا لغز برشيد كيقول حاول ما تعطلش في الجواب اللغز كيقول واحد السيد كان غادي سايق الطوموبيل ديالو اييه وطارت ليه رويضه وبقى غادي نورمال طارت ليه رويضه وبقى غادي نورمال هي كيفاش وقع وما هو طارت له رويضه كيفاش السيد كان غادي بالطوموبيل ديالو غادي بواحد السرعه
المهم السرعه المناسبه. طارت له رويده وبقى غادي نورمال، بقى غادي عادي زعما. وراه كان ما كانش راكب يعني غادي بالطوموبيل راه شاد طوموبيل يعني طوموبيل عاديه ديال عاشورة. لا غاديش راكب هو سايق وغادي في الطريق، غادي في الطريق حتى طارت ليه رويده وبقى غادي عادي. وا طارت له رويده ما تكونش طارت له رويده السكر يعني اللي عنده زايده. فوالا وهذا هو الحل. ولا طارت ليه رويده اللي راكبي في الطوموبيل غيبقى غادي عادي. طول بصح. دونك شنو طار ليه الرويده؟ رويده السكر. رويده السكر هي اللي طارت. مرموحه. يلا هيا 20 نقطه برشيد. يلا دابا دوك نبدلوا الالغاز، شنو تختار؟ امشيو امثال. نمشيو الامثال. اييه انا نعطيك المثال البديه وانت تعطينا الكماله صافي. نعم يلا واخا نشوفوا هذا اللغز هذا سي رشيد، نتمنى لك التوفيق. اللغز كيقول برشيد يعجبك يعجبك. اللغز كيقول المثل الشعبي كيقول يعجبك بالكرافطه وستيلو في الجيب. كيفاش؟ المثل الشعبي كيقول يعجبك بالكرافطه وستيلو في الجيب. والله يجيب. لا عطينا المثل كامل. كاين الله يجيب. يعني الفلوس الله يجيب. لا ماشي فلوس الله يجيب لا. يعجبك بالكرافطه وستيلو في الجيب. يلا برشيد. للاسف القاطع الخط على رشيد. اوه سي دوماج. نخليو هذا المثل الشعبي محلول ولا نكملوا؟ واخا نكملوا المشاهدين. قال لك المثل الشعبي كيقول يعجبوك بالكرافطه وستيلو في الجيب ولكن وقت الصح تلقى العقل الله يجيب. هذا هو المثل الشعبي. شكرا لكم على المشاركه ديالكم، تحياتي لكم. سي اسامه كيقول لي الوقت ما بقاش بزاف، حنا ما كنسخاوش بكم، الوقت كيمر بسرعه بسرعه. حنا غادي ننتظروا نقدروا نقولوا يمكن هذه اخر مكالمه اللي غادي ننتظروها اليوم دائما على الرقم 06 61 93 78 35. وشكرا لكم والعقل الله يجيب، كلكم قربتوا الجواب صحيح، برافو لكم، الله يعطيكم الصحه. وشكرا لكم على المشاركه ديالكم وعلى لي كومونتير ديالكم، شكرا لكم بزاف بزاف نتوما اللي معنا في اللايف وكتعطيونا دي كومونتير. يلاه اذا وقيلا جا الوقت فاش نعلنوا على الفائز ديال هذا الاسبوع، دونك ما بقاش الوقت الكثير، هذه 8 و18 دقيقه قد وكاين برنامج اخر غادي يكون من ورانا مباشره ديال رضوان مع مباشره مع رضوان العلالي. اذا حنا مشاهدينا غادي نختموا حلقه هذا اليوم، لكن ما فيها بقى نعلنوا على الفائز ديال هذا الاسبوع بالجائزه ديال 500 درهم اللي هو سي صالح من قلميم برصيد 80 نقطه. برافو ليك سي صالح، تحياتي ليك وبصحتك وراحتك. الجائزه ديال 500 درهم غادي نتواصلوا معك ان شاء الله وتوصل بالجائزه ديالك ان شاء الله في اقرب الوقت. صالح من قلميم دونك هو اللي فاز بالجائزه ديال 80 بالجائزه ديال 500 درهم برصيد 80 نقطة. تحياتي لك سي صالح وتحية لكل مشاهدينا بمدينة قلميم الجميلة. حنا مشاهدينا ما سخيناش بكم، الوقت كيمر بسرعة معكم نتوما، شكرا لكم بزاف. تحية لطاقم البرنامج، تحية لكل زملاء بقناة شوف تيفي، تحية لأسامة في الإخراج، تحية من عند خوكم صلاح الدين فرحتي، كنحييكم بكل حب وبكل احترام وتقدير. نتلاقاو إن شاء الله يوم الإثنين دائما برنامجكم رباح مع شوف تيفي مباشرة من قناتكم شوف تيفي. من هنا الإثنين غادي نقول لكم ما سخيتش بكم، السلام عليكم، نهاية أسبوع موفقة.